السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامجكم جوائز يو اونلاين. اليوم حنحكي عن سؤال بتكرر عندي كتير، انه هل البروتين بيحمل على الكلى وبيدور في الكلى او كيف؟ طبعا كنا عارفين انه البروتينات بتحمل على الكلى وبتعمل لود على الكلى وبتزود وظائف الكلى، لكن مش بالدرجه اللي الناس، في ناس كتيره بتحاول انها تتجنب البروتينات على اساس انها ايش، تحافظ على الكلى عندها. لو كانت الكلى ما فيها اي خلل وظيفي، الكلى بتتحمل كتير، تقوم بعمليه فلتره لكل الشوائب اللي انت بتاخدها من البروتينات. طيب سؤال اليوم حيكون انه في انواع من الخضروات بتساعد على فلترة الكلى وبتساعد على تنظيف الكلى، اديني نوع من انواع الخضروات اللي بتساعد على فلترة وتنظيف الكلى. وما تنسوا انه برنامجها برعاية موقع يو اونلاين، موقع تواصل اجتماعي حول العالم، تقدر تتواصل انت واصدقائك من خلال موقعنا، وما تنسى تسجل في الموقع وتنزل التطبيق، وخليكم ذاكرين انه كل يوم في جوائز عديدة، نصائح جديدة مع يو اونلاين. سلام عليكم.